إن استقرار العراق أمر حيوي لتحقيق سلام دائم في منطقتنا، وبمسيرة دول الجوار العراقي التي لعبنا فيها الدور الطراعي عام 2003 حددنا هدفا رئيسيا لضمان استقلال العراق وسلامة أراضيه ووحدته السياسية وسيادته. وكما كان في الماضي سنواصل تقديم جميع أنواع الدعم للعراق لأن العراق شقيقنا، ونعلم أنه إذا لم يكن العراق مستقرا فلن يتمكن جيرانه ولا منطقتنا من تحقيق الاستقرار. ولهذا السبب يجب أن لا نرى العراق كساحة للتنافس بل كبلد نتعامل معه من أجل التعاون والشراكة. المشاركون الكرام، طالب الشعب العراقي في التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت عام 2019 بالازدهار والعدالة والحكم الرشيد، والحكومة التي تشكلت بقيادة رئيس الوزراء معالي الكاظم اتخذت خطوات لتلبية هذه المطالب، والأهم من ذلك أنه طبق نهجا شاملا في الإدارة. تعتبر تركيا كل الشعب العراقي الشاب أشقاء دون أي تمييز عرقي أو طائفي، ولهذا السبب فإننا نؤيد هذا النهج الشامل لرئيس الوزراء الكاظمي الذي يحتضن جميع الفئات.